بدنا نركز على المشاريع الموجودة ضمن هيدا معرض المشاريع التطبيقية المقام في المكتبة المركزية، وفي قسم لأول مرة كتجربة أولى وكفريق مركزي موجود وشارك بهيدا المعرض هو قسم الميديا. رح نحكي عن هيدي التفاصيل، بس بدنا نكون معنا الدكتورة هلا نصار نائب العلمي لكلية المعلوماتية، بالإضافة رح يكون معنا صبيتين مشاركين بالمعرض بمشروع الذكاء الصنعي، دانيا قلاب، أهلا وسهلا فيك دانيا، بالإضافة لسالي غصن. يسعد صباحكم ونورتوا صباحنا، أهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وبدنا نبلش صبايا مع الدكتورة بداية، يعني فريق وعمل فريق وميديا وصورة بصرية وأكيد يعني مناشير ستاندات شغل كتير، معرض على مدى عدة أيام، دورة الثالثة. كيف كان التحضير؟ كيف إذا بتحب تخبرينا أكثر عن عمل فريق الميديا؟ كيف نظمتوا هذا الموضوع على مدى أيام المعرض المختلفة؟ كيف اخترتوا كل جناح؟ الصورة البصرية لإله وتفاصيل أكثر حابين نعرفها من حضرتك. بداية طبعا أكيد هو الميديا اليوم بيحتل أهمية كتير كبيرة، يعني الميديا هو عين المشاهد على اختلاف الأماكن اللي عم يتابع فيها أحداث هالمعرض. وبالنسبة لنا كان تجربة أولى أنه يكون عندنا فريق ميديا مركزي. هالفريق فيه له أقطاب ثلاثة مهمة لحتى تتكامل مع بعضها وتنقل الحدث كما هو. الفريق الأول اللي هو المكتب الصحفي مشكور بجامعة تشرين، اللي هو كان عم بيغطي الأحداث كاملة وينزلها على موقع الجامعة الرسمي، وكان عندنا المركز الحاسب اللي كان معني بتحميل المشاريع الخاصة بالطلاب وتخطيطها وأرشفتها لحتى تبقى على مدار السنوات لتكون خليني أقول ذاكرة لهالأعمال اللي قاموا فيها الشباب والصبايا. على أرض الواقع حاليا نحن في عنا فريق مكون من 8 كليات، كل كلية انتخبت مجموعة من الشباب والصبايا، اللي هي فيها ميزة انه التشاركية كانت ما بس طلاب، كان عندنا مهندسين، كان عندنا مدرسين موجودين جوات هيدا الفريق. كان عملهم الأساسي بالدرجة الأولى هي التغطية المباشرة اللي عم بتتم على أرض المعرض لصفحة تم إنشاءها كمان للمرة الأولى، صفحة فيسبوك خاصة بمعارض جامعة تشرين، ويتم ربطها مع موقع الجامعة الرسمي. طبعا الكليات الثمانيه اللي تشاركت انضاف عليا خبره كثير حلوه، انه احد طلاب كليه الهندسه المعلوماتيه اللي هو اسس بعد ما تخرج شركه ميديا سمارت ستيب، وقدم خدماته كوفاء لكليته وجامعته ووضع كل امكانات الشركه له لحتى يدعم الشباب، سواء بانه يعينهم بموضوع تدريب او مهارات، اضافه انه الفرق اللي كانت مشاركه هي فرق منا لاول مره، يعني عندنا الهمك سابع سنه معرض، التطبيقيه خامس سنه معرض، فهن شباب عندها خبره، وتم الاستفاده من انه نحن تمتزج هالخبرات مع بعضها لنشكل حقيقه كنت فخوره فيهم، انه كانوا مثل خليط النحل بالعمل. هلا خطوات العمل كان عندنا عده مراحل، المرحله الاولى هي الترتيبيه ما قبل المعرض، نحن بقينا عم نشتغل كاجتماعات قبل بشهر تقريبا شهر ونص، بالبدايات كنا عم نرتب وتجميع، بعد شهر بلشنا نشتغل على التنفيذ، يعني انطلقنا من موضوع اللوجو تبع المعرض يكون عندنا لوجو موحد، عندنا موضوع البادجات، موضوع البروشورات، الفلكسات، الزينه اللي لها علاقه بكل ملصقات المعرض. هي كان في خليني اقول اجتماعات متتاليه، كل فريق كان عم بيعطي وجهه نظره باختصاصه بخلال خبرته السابقه، لحتى وصلنا لصيغه واعتمدناها وتم التطبيق على ارض الواقع. يعطيكم العافيه دكتوره هلا، يعني واضح هذا الشيء من يعني في متابعه على الفيسبوك، على التواصل الاجتماعي، على صفحه رئاسه الجامعه، يعني في فعلا متابعه، في تكامل بين التطابق من قبل المعنيين بهذا الموضوع بين الطلاب. رح نرجع لعندك دكتوره، رح نحكي مع سالي. سالي انتوا مشتركين انت ودانيا بمشروع الذكاء الصناعي، بنحكي عن هيدا المشروع، كيف تم، مين ساعدكم، مين كان المشرفين لانتجتوا، وكنتوا فعلا حسيت انه هيدا المعرض لازم ينعرض مشروعكم ضمنه؟ مشروعنا هو عباره عن مساعد للشخص الكفيف، بيقدم له خدمتين. اول خدمه اللي هي تصنيف العملات النقديه السوريه، الفئات النقديه كلها يعطاها من 50 لل 5000، وبالإضافة للخدمة الثانية اللي هي تصنيف أو تحديد الأغراض اللي حول الشخص، بيحدد الغرض شو هو وبيعطيه إنذار إذا كان الغرض قريب عليه. طبعاً طبقنا هذا الشيء بالذكاء الصناعي،
في موديلات اشتغلناها نحن انا ورفقاتي يعني بشكل شخصي مننا ما كانت موجودة، بنيناها من الصفر وساعدونا بالكلية انه نحن ندربها، وقدمنا بالإضافة لهذا الشيء عملنا تكامل مع تطبيق اندرويد وربطنا معهم حساس للمسافة لحتى ينبهنا انه اذا كان الغرض قريب علينا ما يبقى فيه الشخص الكفيل. يعطيكم ألف عافية سالي، وبدنا نكمل معك دانيا. يعني إذا بتحكي لنا كيف اخترتوا، يعني أكيد هو لغة العصر مثل ما ذكرنا سابقا التكنولوجيا، وأكيد الذكاء الصناعي يعني صار كتير مهم خاصة بأيامنا الحالية، ونحن بسوريا بلدنا أكيد طالع منتصر من حرب طويلة كانت الظروف شوي صعبة، كيف ملاقيين مواكبتنا بمجال التكنولوجيا نحن كطلاب بكلية الهندسة المعلوماتية؟ هلا بداية اخترنا مشروعنا بناء على الوضع الحالي، اخترناه يعني كمجال بالمساعدات الاجتماعية ليساعد المكفوفين بشكل عام، وخصصنا حتى يكون يساعد بشكل عام المكفوفين السوريين، لأنه طورنا خدمتين بيشتغلوا باللغة العربية وبالعملات النقدية السورية طبعا. وكمان كان عنا أمنية إنه مشروعنا يخدم الجيش العربي السوري يلي ضحى ويلي انصاب بإصابات بصرية، كونه هذا المشروع مخصص للغة العربية وطورناه حتى يصير كمان بيتكامل مع اللغة العربية والعملات النقدية السورية. يعني شيء بيكبر القلب إنه أنتوا همكم مثل همنا يلي هو الجيش العربي السوري يلي قدم كتير ومنه دائما بنتعلم، وانتو يعني كبرتوا قلبنا بهذا المعرض، يعني كل المشاريع كانت عم تنصب بهذا الاهتمام وبهذه المسؤولية. يعني دكتورة هلا رح نحكي اكتر عن قسم الميديا، هي اول تجربة لكم كفريق مركزي ضمن هيدا المعرض، نحكي عن خصوصية هيدي التجربة. هلا الخصوصية خليني أقول بطريقة مختلفة، خصوصيتها إنه كان تبادل الخبرات جميل جدا على أرض الواقع، تم تقسيم الشباب كلها لثلاث مجموعات، مجموعة اشتغلت على تغطية البث المباشر للمعرض بدءا من الافتتاح ومع الزوار مع الضيوف، كان في عنا فريق مختص بالبث المباشر مدرب كيف هو بده يؤدي هالعمل، عنا فريق ثاني اللي هو التصوير اللي كان دوره الأساسي يصور صور ويصور فيديوهات صغيرة لحتى نقدر نعمل فريق ثالث واللي هو عمل المونتاج والتصميم، كان دوره الأساسي هو يعالج هالصور اللي عم تجي، يعمل مجموعة فيديوهات وبروميات صغيرة عن هالمشاريع اللي عم بتتم ويتم هالتغطية بشكل جميل وجيد. آلية العمل أنا بقول إنه أحلى شيء كان بهيدا الفريق انه عدا عن تبادل الخبرات تحققت المركزيه وتجلت، لما شفت مثلا طالب عماره عم يربض ليغطي الهمك مثلا بصور، طالب المدني عم يجي عند التطبيقيه لحتى يساعد بحدث معين عم يتم بكليه التطبيقيه، المونتاج مثلا في عندنا كليه لنفترض احد الكليات ما عندهم حدا بيشتغل مونتاج، فريق المونتاج اعتبر انه هم وهم معرض ما بقى هو هم كليته، يعني انا اذا من المعلوماتيه ما معني فقط اني اخدم كليتي فقط، صار في عندنا هم أكبر هم أوسع حقيقة، مثل ما ذكرتي جملة عن جد شبابنا بيكبروا القلب، يعني شبابنا هن أمل لنا بالأيام الجاية بهالطاقات الموجودة، لهيك بالنسبة إلي كتير بشكر كل من ساهم على أنه يعطي فرصة لهذا اللقاء المهم واللي هو يمكن يكون نافذة للمجتمع حتى يكون طبعاً. في ربط صحيح. مع مجتمعنا. هذا الشيء دكتورة هلا، يعني فعلا المعنيين والمنسقين بمختلف الاختصاصات ومختلف المجالات كانوا حاضرين وكانوا على قد المسؤولين حريصين على هذا النجاح، صحيح، لانه النجاح هذا المعرض نجاح انه ينبني نجاح لسوريا تماما. سالي يعني وقت بنشوف هيدي المشاريع يعني تبادل خبرات مثل ما تفضلت وذكرت الدكتورة، في مشاريع في يعني من عقل لعقل بيختلف، يعني من صناعة لصناعة بتختلف، انتوا خلال هيدا المعرض شفتوا انه فعلا في مشاريع كانت حاضرة، كان صار في غير ايجابية انه نحن كان ملأ فيها في مشروع احسن نحن ما رحنا اخذ مرتبة، هيدي الحس الغيرة والايجابية اللي عندكم اكيد لمستوا بضمن هيدا المعرض. هو عبارة عن تطبيقات ديسكتوب أو موبايل أبلكيشن، إنهم مشاريعنا بس يعني أنا بحس إنه كلياتنا بنقدر إذا بنبنج مشاريعنا سوا بنكون نعمل تكامل إلى بنكون يعني للاختصاصات هيك بشكل أهم، يعني لأنه كل اختصاص يعني معني بشغلة معينة، مو
نشتغل كل الامور باختصاص واحد. صحيح يعني دائما مثل ما ذكرت سالي عم يكون في تكامل بين المشاريع. قدرتوا كطلاب قدرتوا تستفيدوا من هي التجربه من يعني الطلاب اللي كانوا تسمع بالبدايه ذكروا انه مثلا تفاجئوا انه في فروع جامعيه معينه عندهم اشياء بتكمل المشروع. هل لمستوا هذا الشيء؟ لمسنا هذا الشيء. كانت المشاريع كثير مختلفة. طبعا اختلاف المشاريع حسنا انه في تكامل، يعني كان تكامل حلو وشجعنا حتى نطور افكار واخذنا افكار جديدة اكثر ولمسناها من اراء الزوار كمان بشكل عام. اهلا وسهلا فيكم ونورتوا صباحنا يعني، وشكرا على هيدي الهمه وعلى هيدي الجهود المبذوله سواء كان من طلاب او دكاتره ومختصين ومنسقين بمختلف الشرائح اللي كانوا حاضرين وكانوا موجودين لاجراء هيدا المعرض. شكرا لك دكتوره هلا نصار النائب العلمي لكليه الهندسه المعلوماتيه، نورتي صباحنا. سلمو سالي اهلا وسهلا فيكي سالي، نورتي صباحنا. وكمان دانيا نورتي صباحنا. اهلا وسهلا فيكم نورتونا، واكيد بنتمنى لكم التوفيق ويعطيكي الف عافيه، وبنتمنى لكم صبايا التوفيق بمشاريعكم المقبله.